مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الخاصة واللقاء الخاص مع رجل الأعمال صاحب الأيادي البيضاء صاحب الإسهامات الخيرية صاحب الحضور الاجتماعي المشرف الشيخ بتال بن يوسف الثبيتي. مرحبا بك أبو يوسف. هلا والله فيك أخوي ماجد، وسأل الله يوفق دنيا وآخرة. بداية أبو يوسف، قبل ما أتكلم عنك أنت مثلا شخصيا، أبغاك تحدثنا عن الوضع الآن اللي جاري في السوق بحكمك مثلا رجل أعمال، وخلنا نقول من شباب الأعمال، كيف تشوف السوق مثلا؟ هل الأرض خصبة للاستثمار أم أنها يعني فيها شيء من المخاطرة أم أنها يبغى لها شيء من الحذر؟ السوق السعودي بشكل عام، تتكلم عن السوق السعودية بالكامل يعني بأنواع جميع أنواع جميع النواحي. والله شوف، بشكل عام فالاقتصادات العالمية ينظرون للبلدان الناشئة أن فرصها أكبر للاستثمار لتحقيق ثروات، وليس ثروات. فبلدنا ناشئ، وأنا أتوقع والعلم عند الله أنه بيكون في خير في قادم الأيام، حتى لو حصل بعض المطبات، لكن في قادم الأيام الفرص أكبر للاستثمار في البلد يعني. فكل فترة وفترة راح تشوف مشاريع جديدة، أفكار جديدة مستحدثة، كلها طبعا من تاريخ الدول القديمة. مثلا يعني نفترض القطارات هذه اللي هي المترو حق الرياض، بغض النظر طبعا القطارات اللي في المملكة راح تجوبها كلها، تقعد شرقها الغربها ومن شمالها الجنوبها، ما شاء الله تبارك الله، والله يعز الدولة ويكثر خيرهم. لكن المشاريع هذه تخلق فرص استثمارية يعني للتاجر بشكل عام، سواء أجنبي أو سعودي. إيه هنا بالنقطة، ما تشوف أن الأجنبي استفاد أم أكثر؟ والله شوف، لا في الفترة الأخيرة السوق الأجنبية استفادت كثير. ليش؟ لأنه المشاريع الأخيرة كلها تقريبا مشاريع ثقيلة، وما قالوا لها يعني مثلا نقول مترو مكلف تقريبا على ما اعتقد ارقام يعني تتعدى وتتجاوز 80 مليار يعني. نعم. مع من كامل الشغل يعني. فهذه كلها تخلق فرص استثمار للتاجر، لان اكيد يمسك مشاريع مقاولاتيه، مشاريع يعني بشكل بانواع التجارات كلها يعني، يا اما اعلان يا اما عمل بشكل مقاولاتي بانواعه، كهرباء، مصاعد، تمديدات، تكييف بشكل عام. الشاهد انه الارض السعوديه بالذات يعني انا اتوقع لها انها بلد خصب وبيكون جزل برضو بالعطاء باذن الله في قادم الايام. طيب احنا ليش ما نشوف مثلا تجار زي ما قلت انت، كل اغلب الاستثمارات الضخمه تجي من برا، يعني هل هذا ان السعوديين إلى الآن ما زالوا غير مؤهلين مثلا تجار؟ لما نشوف فيه مثلا شركات من الخارج، من الشركات الخارجية، لا هم غير مؤهلين. ولو رجعنا للأصل، بس لو رجعنا للأصل أخوي ماجد، لو رجعنا للأصل، هل الرجل المقاولات هي يشتغل بيده؟ طبعا لا، فهي عمالة تؤتى من الخارج وتتدرب بالسعودية على أساس أنها يد فاهمة وعاملة وكلها. لا خطأ، مو الخطأ، لا خطأ التاجر ولا خطأ مكتب العمل، الخطأ مركب بشكل عام. فلما تحصل هالمشاكل وتتكرر، لجت الحكومة إلى الشركات الأجنبية. يعني نفترض مثلا شركة هونداي مسكت شركات مقاولاتية كثيرة في البلد، إلى الآن مشاريعها قائمة من 40 سنة أو 30 سنة. فالمقاولات الجديدة هذه كلها جزاهم الله خير، لكن مجتهدين، لكن مو نفس الجودة. لا ما راح تكون نفس الجودة، لأنه عطى الخبز خبازة. إيه لو كان نص. لو كان نص. طيب يعني تقول إن الأرض استثمار في السعودية خصب وجزل. الشباب لازم يعني يستفيدوا من الفرص المهيئة. والفرص
أتوقع خلال 15 السنة القادمة لن تتكرر. طيب تتكرر. طيب بالنسبة لك أنت يا أبو يوسف، نبغاك الآن تحدثنا عنك أنت، عن بداياتك، عن بدايات مثلا الدراسة، الله المستعان، بدايات الله المستعان، التعليم، بدايات الأعمال بشكل عام. لا أعتقد أول ما بديت أنت في الأسهم. نعم والله. شوف يا أخوي ماجد، بعض الكلام ما يقال لأنه لن يصدق بكل أمانة، فالواحد يتجنب الكلام هذا. لكن أنا ودي أقول نبذة صغيرة يعني بسيطة جدا، وأحداث حصلت بين أبوي الله يرحمه رحمة واسعة ومات المسلمين أجمعين. اللهم دائما يعني عانى بآخر أيامه من الضوائق المالية ولا فدائما يقول الصبر الصبر، ويرفع أسبوعه دائما. اللي حطني في هالموقف هو اللي قادر يطلعني من هالموقف الله يرحمه رحمة واسعة ومات المسلمين. اللهم فالتجارب اللي خطها صراحة بالسوق السعودي بشكل عام كانت قاسية، وأنا طرقت أبواب كثيرة صراحة في التجارة وغامرت يعني ديون، لكن كانت النية مبيتة للاستمرار وللسداد. سبحان الله، بيت النية وبشر بالخير. فسبحان الله كل ما أجي أطرق باب بينصك على قولته. عام 99 وعام 2000، بديت عام 99 يعني كبدايات في الأسهم. كبدايات لا، أسهم تقريبا 2000 نص 2000 اي، بس كبدايات. كم كان المبلغ اللي بديت به الأسهم عام 2000؟ والله رقم بسيط جدا يعني ما لا يتجاوز ال 20، لا يتجاوز، يستفيد الشباب، لا يتجاوز ال 20000 ريال صراحه. 20000 ريال بديت ب 20، وكنت مقترض قرض من قريب لي، وكان يعلم انه لن يعود لان كانت الظروف قاسيه جدا في هذيك الايام، وكان يعني مستخلف مبلغه بكل امانه. ايه فانت احساسك بس انه مستخلف مبلغ يقتلك رجل، لان الاولين يقولون ما مع الفقر مرجله. فسبحان الله ما توفقت، خسرنا هالمبلغ، وحاولت مره ثانيه ويسر الله مبلغ ثاني، حتى يعني حصلت يعني حصل ديون مركبه. فبعدها سبحان الله حصلت مواقف المرجلة والخير. سبحان الله يأتيك ردة من الله سبحانه وتعالى عاجلا أو آجلا، بس خل دائما يعني مبتغاك رب العالمين، ولا تبيت النية أنك تضحك على أحد أو تلعب على أحد، لأن الأولين يشكرون يقولون من تجر بالحيلة مات بالفقر. سبحان الله العظيم. فدائما خل مبدأك وديدنك وأخلاقك وربك بين عيونك. فسبحان الله الله يسهل لك امور واجد. فجت جاء عام 2003 او 2004 انا ما اذكر بالضبط صراحه، حصل موقف مع رجل. الحقيقه انا احتفظ بالاسماء واحتفظ بالتاريخ مدونتي خاصه، لانها لا تفيد احد ولا 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 يعني ما احس انها تفيد يعني، فهي تكون مدونه الخاصه لي، لكن اقول الاحداث. فحصل بيني وبينه يعني مشاركة، فالرجل قال أنا راح أسلمك الثقة والمرجلة والدين والمال، وأنت ورني دينك ومرجلتك وأخلاقك وتعاملك. فتوفقنا الحمد لله في الشغل في الأسهم. في الأسهم يعني. طيب أنت ليش توجهت الأسهم قبل الناس كلها ما تدري ما كان في أسهم؟ والله شوف أنا سبحان الله، متى بدت الناس؟ أنا بشكل أنا شوف بشكل صدفة فكرة الأسهم الحقيقة جت فكرة صدفة. أنا كنت بالشرقية وكنت عند واحد من جماعتنا الله يرحمه رحمة واسعة، وكنت أقرأ جرائد وأقرأ حاجة مكتوب على سوق الأسهم، سعر الأسهم والشيء على سهم معروف المستطيل اللي كان يجي على اليمين. أي نعم، أبيض وأسود. نعم أي، فقلت في الأسهم هذه خلني أشوف. فجاء في بالي أرقام معينة أو أسهم معينة، فشفتها بعد فترة. طبعا نسيت الموقف هذا، بعد فترة وجدت الأسعار ارتفع. مختلفة، فقلت وين الجريدة القديمة اللي عندكم أعطوني إياها؟ فقارنت بينهم، فوجدت
ان هذه حسبتها على وضعي ذيك الايام، قلت له استثمر كذا يجيني كذا، اسوي كذا، اشتري سياره، اسوي كذا. دائما الفكر لازم يكون يعني يفكر في مصلحته الواحد. نعم. فبديت بال20,000 هذه وراحت، وبعدين بدينا بمبلغ ثاني وراح، بدينا بمبلغ ثالث وراح، وبدينا يعني زي ما تقول بشغل ثاني، ويستر الله وبارك لي وجمعت مبلغ زين الحمد لله، وبس وبارك الله في الموضوع. وبعدين قابلت الرجل اللي قال راح اتعاون معك تعاون رجل لرجل وبيننا رب العالمين. فسوينا محفظه، يعني هي 50% 50 ولا؟ والله الربح كان الاغلب كان له، الاغلب كان له ايه، لكن انا كنت عامل على المحفظه، وكان في شرط لي اشتغل يعني بشغلات معينه. ايه، فقال انا ما عندي مشكله، انا بستفيد. ايه، المبلغ كان يعني شراكه انا وياه، في له بله وله بلي مبلغ. ايه، فكان لتجار مستثمرينه. فكان موزع المحفظه هذه موزعه، كان في نشاط عقاري هو يديره، ونشاط اسهم انا اديرها. فسبحان الله فتح الله علينا وبارك الله لنا وبارك له والحمد لله، ويلا لك الحمد. يعني ساعة الرزق والبركة أذن بربي والحمد لله، الحمد لله. طيب طيب يوسف، استمر الكلام هذا إلى 2004، الأزمة اللي الانهيار. الانهيار 2006. هو 2006؟ اي 2006 الانهيار حصل. اي وأكيد تضررنا من مثل ما تضرر الناس، لكن يعني أنا الحقيقة دائما الكلام يعني فيه عبرة وفيه توجيه، حتى لو جاء ضرر يعني أبحث عن إصلاح الخلل. يعني أنت الحين كنت عام 2006 كنت قد اكتسبت خبرة كافية تقريبا. طيب ما كان عندك مثلا حس أو شعور أو شيء أنه يبي يحصل حاجة تحصل خبرتك وتطلعاتك؟ لا، تحصل إلى أرقام معينة، تحصل إلى أرقام معينة، لكن اللي حصل بسوقنا انهيار كامل. خلينا نتكلم عن 2006 ما وصلنا لهذا. اي انهيار كامل. ليش؟ لان كان فيها اموال كبيره دخلت السوق. ايه. في ناس كبار تجار دخلوا وخذوا من البنوك قروض. اها. البنوك قالوا اخذوا قروض، سووا افعلوا واتركوا. تسهيلات. فهذه هي اللي ضرت السوق ترى في الـ في الـ الناس يقولون انه ايش مكيده وانه فكره وانه ما ادري ايش. لا، هي يعني تؤمن ما تؤمن انت ان في ناس مثلا مخربين داخل السوق؟ ابدا ابدا ابدا. هذه طال عمرك السقوط كذا جاء من نفسه. هي السقوط دائما في الاسهم، دائما من التسهيلات. لو كل الموجودين ما اخذوا تسهيلات ما راح يضرر احد ابدا، بس التسهيلات هي سبب نكسه العالم. دائما البنك اذا وصلت حد فلوسهم سيلوا، فيسيل البنك الاخر، يسيل البنك الاخر، فتحصل يعني مجزرة صراحة، تحصل يعني مأساة. يعني صار في تدفق على السوق بالعكس، تضخم. نعم، فيكون بيوع بيوع بيوع، لا تجد من يشتري خلاص، لأنه العملية تعرف المال يكون عديل الروح. فالناس وصح ورأس المال جبان، الناس أصلا رأس مال موجود أو سيولة نقدية موجودة عندهم، ما تشتري مثل هالظروف، تخاف. فهذا اللي يجحجام على السوق. لكن دائما عشان الواحد بده يوضح، دائما خذ الضرر. الضرر مثلا عليك 80%، انت قلصه الى 30% الى 40% 30% 20%، اذا قدرت تخارج تخارج. فالقضية يعني بلها شوية يعني بسرعة بديهة، يعني حاول قدر مثلا. الوضع الان غير 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 جيد، غير صحي. كمثال مثلا، انت عندك كمثال عندك شركة سابك أنت شريها ب 150 ريال كمثال، والسهم الحين مثلا 100 ريال نقول. طيب خلاص، والسوق وضعه سيء مثلا. طيب تبيع ب 100 ريال، تبيع خسارة، خلاص حقق خسارتك، وانتظر يمكن تاخذ ب 70 ريال 80 ريال 60 ريال. بس بدل ما تنتظر ال 150 يرجعك راس مالك، تنتظر 130 120 يرجع راس مالك. فهي الفكرة عملية سرعة بديهة، وتوفيق قبل كل شيء من الله سبحانه وتعالى. توفيق قبل شيء من الله سبحانه وتعالى. ليش؟ إذا ما أحسنت الدخول، التوفيق يعني توفقت في الدخول، حاول تتوفق في الخروج، لا تصير الثنتين كلها عليك. طيب أنت من 2006 يعني تضررت مثل مع الناس. نعم. اللي تضرر، حصل لكم هبوط. نعم، لأن هذيك نكسة عالمية يعني في السوق بشكل عام، يعني طيب ما كان أحد يدري. والبنوك اللي هي اللي هي ضرت السوق، أغلب الضرر كان من البنوك، يعني تسهيل
تسييل بيع. طيب يعني طيب واللي يقولون المضاربين او الهوامير لا ما له دخل، بالعكس مسح هوامير واجد. نقدر اول شيء نقدر نسمي كامور؟ لا 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 ها؟ لا مسكين مضارب. انا مسكين، انا مستثمر، انا مستثمر بالسوق، انا مستثمر بالسوق. مستثمر نعم انا لكن مستثمر. يعني طبعا كل واحدة لها تعريف، مضارب اي غير طبعا مستثمر طبعا يعني. طبعا انا اعتبر مستثمر بالسوق ايه و فقط يعني مستثمر، اعتبر مستثمر بالسوق ايه ما شاء الله. لا مستثمر، نقدر نقول مستثمر ناجح احمد يعني، الله عرفت واشكره، يعني الحمد لله احمد انك الله واشكره. اي ايه. والله الحمد لله والشكر يا رب. زين كيف تجاوزت المرحلة 2006؟ عدت من جديد. طبعا جاء ضرر، ف انهار السوق يعني انهيار شوي قوي قاسي، فبعدها الواحد يعيد اوراقه، يصح اموره، يضبط اوضاعه، يجمع اللي حواليه. طبعا عمليه التعويضات وعمليه عمليه تصحيح امورك يبغى لها جرأة شوي، جرأة. ليش؟ لأنه ممكن تكون أنت عندك مثلا كمثال عندك، طبعا أنا أوضح بعض الأمثلة اللي يستفيد يعني اللي بيشوف الحلقة أو بيسمع الحلقة أو يستفيد من الكلام أكيد أكيد يعني بشيء يستفيد منه في قادم الأيام. مثلا لو كان عندك مثلا 1,000,000 ريال والآن خسرانة 200,000 ريال أو 300,000 ريال خسران مثلا كمثال، يعني خلاص وصفت هذا المبلغ اللي صفى لك، في انهيارة السوق الجامدة الضخمة ويستقر السوق عليها 2 3 شهور، يعني إذا كانت الظروف الطبيعية طبعا الظروف السياسية، الأفضل أنك تأخذ تسهيلات على مبلغك، نص السيولة أو بالمبلغ كامل، وبعدها تكسب لك 20% 15% 20 25 30% إذا الله يعني، مع الانهيارات ترى تأتيك أرباح سريعة وجميلة. بيع التسهيلات وخلك رأس مالك، خلاص تكون أنت رجعت رأس مالك ايه وربحت فوق رأس مالك. فهذه من الأمور اللي لازم الإنسان يصير جريء فيها وسريع التصرف فيها، ما ينتظر يعني طب يطلع السوق ما استفاد. ممكن ما حد يشتري، انت بتبيع والان في هبوط ما حد هذا يشتري. هذه هي نقطة النجاح، دائما الشراء في سوق الأسهم دائما. يعني أنا تكلمت وسهبت سوق الأسهم لأني اغلب شغلي فيها وعندي نشاطات، ايه لكن طبعا تكلمنا عن انا سوق استفيد الاسهم لانه الان. انا اتوقع المشاهدين قاعدين يعني يتفرجون عليك الان، يعني محلل اسهم يعني، ما هو مجرد اسال الله ان هذا. يطلع فينا البركه الله. لنا وللجميع. وبعضهم لكن اللي خسر يقولون هذا واحد من هوامير السوق، حلل دراهمنا عند بتال. لا يا الله المستعان، الله المستعان، بتال مستثمر عادي زي الناس يخسر ويربح. لكن القضية قضية كيف تصحح خطأك أو تصحح أمرك. لكن يعني زي ما قلت لك هذا المثال كبسيط، ودائما الحكمة في الأسواق المالية الشراء هو وقت الذعر، وقت الخوف، وقت الناس كاره السوق وتشب تسب وتشتم وتلعن، يحاول يبيع ما يلقى أحد يشتري. يشتري خلاص يشتري. إذا ما لقى أحد إذا قاموا يشتري له يقوم يتكلمون، هو يشتري. إذا قاموا يسبون يشتمون يلعنون، إيه؟ وهذا سوق، هذا سوق الفلس، هذا كذا هذا كذا، إيه؟ أنت الحين اشتر وسك عليه، تخلى شهر شهرين ثلاثة تطلع لك برباح لا تقل عن 40 إلى 50 إلى 60 إلى بعض المرات ممكن الله يوفقك وتاخذ تدبيلة 100%. سوق الأسهم عندنا صراحة جميل، صراحة جميل، لكن يبيله ناس بهالطريقة يشتغلون. الطريقة هذه لو اشتغلوا المضاربين في السوق السعودي، لو اشتغلوا فيها، أتكلم عن المضاربين اليوميين أو المستثمرين اللي في السوق السعودي، أتكلم عن المبالغ الصغيرة يعني فأقول بيستفيدون فائدة كبيرة جدا، وراح يسوون ثروات من سوق الأسهم. الأسهم يعني عندنا، أنا أضرب لك مثال، خلينا نطلع عن سوقنا شوي. طيب. شركة إعمار الإماراتية كانت ب 3.75 قبل سنة تقريبا، الآن سجلت 11 أو 12 إذا ماني غلطان، يعني شركة عملاقة زي شركة إعمار، شركة ضخمة، طلعت تقريبا 4 أضعاف. هذا يدل على أن سوق الأسهم أصلا مطمع الرؤوس أموال كبيرة، لأن عملية التصريف سهلة، تحقيق أرباح ما نقول صعب فيها، لكن
إذا قلنا على افتراض أرقام كبيرة تدخل بالسوق، مثلا نقول 20 مليار مثلا دخلت السوق السعودي كمثال خلال سنة، كمثال هي بتحقق لا يقل عن 20 إلى 30% خلال سنة سنتين. أنت تتكلم على مبلغ ضخم، تتكلم على 6 مليار إلى 7 مليار أرباح، فهذه أرقام لتحصل وممكن أكثر، ترى ممكن توصل إلى 100%، يعني 20 مليار قبلها 20 مليار خلال سنتين 3 سنوات. هذه ميزة سوق الأسهم، سهولة التصريف، الرؤية حق التوزيع، يعني تصورك في الأرباح. لازم يكون الفجن عندك عالي، لازم يكون عندك الجرأة، لازم يكون عندك قبل كل شيء اتكل على الله والفعل الزين. كذا أنت تكون ضربت أكثر من عصفور حجر واحد. الله يتم على خير ووفق الجميع. طيب ما فكرت تطلع لأسواق عالمية، وول ستريت؟ لا والله شوف، يعني عفوا المقاطعة أخوي ماجد، لكن في عرف الإسلام وعرف العرب وعرف الناس الشغلة اللي تربح فيها تجود فيها، لا تحاول تتنقل، لأنها هي مكاسب، سواء جتك من وول ستريت، سواء جتك من السوق الهندي، سواء من السوق البرازيلي، سواء من السوق الإنجليزي أو الألماني واتيفر يعني، أو الصيني. فهي ما هي قضية أنك تتنقل، القضية أنك كيف تربح، كيف تحقق ثروة، وكيف تجمع أرقام. يعني كل تجارة يعني قصدك سواء نعم نعم، بس أهم شيء أنك الشيء اللي أنت موفق فيه وتعرف فيه أجلس فيه، هذا المقصد يعني. طيب تؤمن بالتوصيات؟ شوف التوصيات تختلف، التوصيات تختلف. إذا كانت لا توصيات، إذا كانت التوصية مبنية على أسس مالية، مثلا شخص يعني نقدر نقول محنك أو حاذق، يدخل على الشركة وقوائمها المالية، يدخل على أمور كثيرة فيها، يدخل على كم ربحت قبل 6 شهور، كم ربحت قبل سنة، وكم ربحت قبل سنتين، يشوف المعدل النمو حقها، ويجيك يقول لك تعال يا أستاذ ماجد الشركة الفلانية ممكن تعطيك في السنة هذه 20 إلى 30%. ليش قال كذا؟ بناء على المعطيات الماضية، عرفت؟ حتى إذا ما أسعف وعطاك عطت يعني في الظروف اللي قال هو، ترى تعطيك بعدين، لا تخاف، لأنها تفرض نفسها الشركة الزينة. البنك 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 يستثمر فيها، التاجر الزين يستثمر فيها. واضح الفكرة على مدى طويل. هذا يعني التوصية اللي جاتك يعني من واحد قاري لك، إذا قال لك كيت كيت توصية المجالس، الإخوان مجالسهم ولا في أعمالهم ولا في كافي ولا يعني، هذه سواليف يقولون سواليف آخر الليل ودق حنك، وعلى على قولتهم جت إن ضرها ولا ما لقحت ولا ما ضرها الجمل. القضية يعني هذه، أنت رحت تحط فلوسك عشان فلان، والله سمعت فلان يقول في الكافي الفلاني يقول كذا، ما هي منطقية يعني. فهذا فلوس يعني تعتبر حلال أولادك، حلال ورثة زي ما نقول، حلال ورثة ما بحلالك يعني. لازم تكون حريص وعلى قولتهم تعرف وين تسوق الدفة حقت الأموال هذه، والله يوفق الجميع. لكن ما أمر بالتوصيات إلا كانت مبنية على أسس. تقدر تعطي مشاهدين المرقاب توصية الحين ولا بدون اسم؟ والله لا، هو طبعا شوف هيئة سوق المال، شوف هيئة سوق المال بشكل عام تمنع أي شخص يوصي إلا شخص مرخص، لكن بشكل عام أنا أعطي توصية عامة يعني بشكل عام. أنا أقول سوقنا بعدين يمكن يرجعون عليك يقولون أنت ما لا، أنا أقول سوقنا في خير، سوقنا الفترة الحالية في خير عظيم عظيم عظيم. لابد لكل شخص أو كل رب أسرة يستثمر مبلغ معين في الفترة الحالية. أنا أتوقع إلى 2017-2018 سوقنا فيه يعني، فيه يعني أتوقع. ليش حددت الفترة هذه؟ لأن هي فترة الأسواق المالية دائما ما تطول يعني، وتهدى فترة وتهدى فترة. وبعد 18 يعني في ركود راح؟ أنا أتوقع هذه قمة سوقنا يعني، ما الآن أتوقع لا، قمة سوقنا 17-18
يعني الواحد اتوقع المفروض يشتري من الآن ويقعد إلى اي 18 انا شهر. اتوقع يعني خلاص بتكون إدارة إدارة سوقنا بتكون مؤسسات مالية صعب الدخول فيها والخروج منها، فبتكون انت تدخل في دوامة انت في غنى عنها، لكن الفترة الحالية الاسواق الناشئة فيها فضل وخير، فالقضية قضية يعني الأسواق الناشئة. نعم طيب يعني أنا أقدر أقول الآن لمشاهدين مرقاب اشتروا ولا حد يعني يتفرج على شريط الأسهم نعم إلا عام 2018. نعم 2018 ابدوا تفرجوا نعم وبيعوا. ال 17 18 انا اقول وقت بيوع للسوق، ما ولا وقت الدخول تكون خلاص ممتاز، الحفله انتهت. هذه خلاص هذه تعتبر أكبر توصية. نعم طيب عرض عليك إدارة محافظ؟ ابدا محافظ. ابدا طيب لو عرض عليك، والله انا ما ادري، لكن الشغله هذه البنوك موجوده، انا ممكن الاصدقاء الخاصين ممكن يعني سواليف واستشارات يعني خاصه بتكون، اما كاداره ابدا ما عندي محافظ. لا ابدا ابدا، لانه النظام ما يسمح بهالشيء يعني، ايه فانا ابتعد عن المشاكل وابتعد عن مشاكل، نعم اغلبها مشاكل. نعم طيب عندك نصيحة شيء للمساهمين زي ما قلت أنت الآن والله للشباب اللي اعرج على التوصيل قبل شوي، قلت يعني السوق إيه؟ لا يترك في هالفترة يعني لابد تستثمر رجعنا أي في مبلغ السؤال فيه. مرة ثانية. أعزائي المشاهدين ننتقل الآن إلى مكتب الشيخ بتال، نستكمل الحوار هناك إن شاء الله، فابقوا معنا فاصل ونعود لكم. مرحبا بكم مشاهدينا مرة أخرى، مرحبا بك أبو يوسف. هلا والله فيك. أجل هذا المكتب ما شاء الله. والله الموقع المكتب الخاص لشغلي إدارة عملي، وبرضه في نفس المبنى موجود موقع الشركة وجميع الإدارات موجودة الإدارية. يعني تدير أعمال مثلا نشاطات أخرى ثانية غير اللي ذكر سابق؟ والله الحقيقة يوجد النشاطات لكن تعاونية أكثر منها تكون تجارية يعني بكل أمانة، لكن كنشاط يعني مستحدث جديد يعني تعرف الأنشطة عندنا خلينا نتكلم عنها حتى بمستوى الخليج والمحاذير الشرعية تمنعك من بعض الأمور، يعني نشاط يا عقاري وتطوير وبيع أراضي وتصليحها، أو يعني تبني مباني أو أبراج أو بنايات وبرضه تأجرها أو تبيعها، أو سوق طيب الأسهم، يعني هذه هي التجارات الموجودة في 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 طيب في بشكل عام بالخليج، طبعا في تجارات أخرى لكن المحاذير الشرعية تمنع منها. إيه طيب بما أنك ذكرت سوق العقار، كيف ترى سوق العقار اليومين هذه؟ هل تشوف انه مثل الفقاعه حقت والله يا اخي الاسهم مثلا؟ والله الحقيقه يمكن يزعلون علينا بن موسى وبن سعيدان في هالظروف، والله عاد لكن شيء راضي. لكن لكن اصحاب الاراضي الكبيره او الملاك للمساحات الشاسعه او نقول قدر الاملاك العقاريه اللي عندهم خاصه الاراضي البيضاء، يعني اذا استحدث القرار الوزاري اللي ممكن يخرج او ممكن لا يخرج، فانا اتوقع انه راح يكون في اللي هو القرار ايش؟ القرار فرض رسوم على الاراضي البيضاء التي لا تستخدم، يعني بحيث انه يكون رسوم عليها، وهذا قرار وزاري وافق عليه مجلس الشورى وبقي الامر السامي انه يصدر في هذا الامر، لكن ممكن لا ما يصدر، لكن كل شيء وارد، لكن نرجع نقول يعني ما نزعل علينا الاخوان، لكن الله اعلم انه الفترة الحالية عموما بشكل عام ممكن يكون العقار، ما نقول فقاعة لان العقار دائما 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 العقار بشكل عام ما يموت، يمرض وما يموت. نعم ما يموت، لانه
أنت لو تنظر إلى مثلاً كمثال طبعاً، نقدر نقول أمريكا بلاد أوروبا أسعار الأمتار هناك أرقام مخيفة. يعني مثلاً تأخذ لك مثلاً شقة في لندن كمثال، يعني ما نقارن لندن بالسعودية، لكن احنا نتكلم على السنين القادمة، يعني كثرة السكان، قلة المساحات، يعني أمور كثيرة. يعني فنقدر نقول إنه ارتفاع أكثر من نزوله، لكن احنا الفترة الحالية أتوقع إني راح يكون فيها تصحيح أسعار. ما أدري كم تتم، يعني 5 سنوات، 7 سنوات، 10 سنوات، سنتين، الله أعلم. ما يعني ما دخلت في تفاصيل الموضوع ذا أكثر أنت في العقار. الحقيقة أبدا، يعني ممكن نشاطاتنا الأخرى مغطي على أن نشتغل في هالمجال أكثر. يعني مجال ممتاز. طيب أبو يوسف، من ناحية نشاطات اللي هي خلنا نقول الإبل والخيل الهجن، ما حبيت تكون لك مثلا يعني النوع ذا من المهرجانات وتشارك مع الناس سباقات، يكون لك هواية رغبة شيء ثاني؟ والله شوف، حب الخيل موجود الحقيقة. خلنا نبدأ بالإبل، لانها هي الان اللي نقرتهم الجو والصوت والصيت لها. انا عندي اخوي مطلق الله يعافيه ويبارك فيه، يعني مهتم بهالمجال ويحب، لان الابل مشكلتها الترحال كثير، واصحاب ملاك الابل نقدر نقول يدارون خاطر الابل بالحيل ولا يتكدر خاطرها ولا يصير ومنه ففيها معاناه ومشقه الحقيقه. يعني تعطل مصالحك، والانسان مهما كان المصلحه والعائله والبيت لهم حقوق فعلا. الارحام، صله ارحام، يعني امور كثيره لابد ان الانسان يحسب حسابها. الابل هذه مشكلتها، لكن الجلسه عندها انا اشهد انها توسع الصدر والطيب الخاطر وحليب وسعة صدر. لكن هالمشكلة أنها مالك الإبل في شقة ما يرتاح الحقيقة. يعني أنت ما فكرت يعني أبدا، وشفت المعاناة في أخوي مطلق الله يعافيه وقلت أنا أنسحب. تفكيري طبعا بالخيل، عندي أخوي الحزاع الله يعافيه مهتم بهالمجال، وأنا جايزت لي الخيل الحقيقة، واحتمال بإذن الله أن يعني نبدأ في الفترة القادمة أن نشارك في سباقات الدولة. والله يتم على خير، بس ما نبي احنا ندخل الا نفوز، ما نبي داخلين الا نفوز ولا ما ندخل. بس الله يتم على خير. هذا كلامي صح. طيب اللي عندك انتاج ولا مستورد؟ والله مختلف، لان المثول الموضوع اخوي هزاع الله يعافيه، ومختلف عندنا المستورد وعندنا الانتاج وعندنا يعني مثول الامور ابو يوسف الله يعافيه، ومعطينا الضوء الاخضر ما شاء الله. بس الله يوفق الجميع. طيب مشاريع، أفكار، شيء عندك بخصوص طال عمرك الحضور الاجتماعي؟ يعني شيء أنت تقصد نعم تقصد التكافل الاجتماعي، في حيث أنك أنت يعني في المجال هذا للأمانة يعني معروف. بارك الله فيك ومعك زود، وأسأل الله يتقبل. بس والله شوف، أنا بالنسبة دائما نقول التكافل الاجتماعي، لان يعني دائما المجتمعات فيها القوي وفيها القادر وفيها غير القادر، وتختلف يعني الامور. لكن الانسان اذا الله عطاه، انا والله اشوف ورايي وجهه نظر طبعا، انه يقوم مع 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 ربعه والاقرباء، ويحاول قدر ما يستطيع يتفقد الضعفاء فيهم، لا يتفقد الاقوياء، يتفقد الضعفاء فيهم، يحاول يساعدهم لله سبحانه وتعالى. هذا من جانب. الجانب الآخر اللي هو يعني موضوع تعرف احنا كمجتمعات عائلية، يعني نتكلم عن الخليج بشكل عام، فيحبون الزواجات تكون اجتماعية، وتكون في قصور، وتكون في او في استراحات كبيرة، او تكون في فنادق او whatever. يعني فأنا بصراحة أمنيتي ان يعني احنا اغلب جماعتنا موجودين بهالمنطقة، من الرياض الى تقريبا الى يعني المجمعة، خف،
وضاخ ومناطق والداهنة ومناطق هذيك. مش ضاخ. ايوه تفضل. الله يرضى عليك. فودنا يعني نسن سنة حسنة للجميع، بحيث انه يكون مثلا لا والله يسر الامور والله قدرنا ومكننا يعني في اقامه قصر افراح، لا 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 الاغلب موطن للجماعه، يعني نفترض كمثال المجمعه مثلا، ما شاء الله اسال الله يتمم على خير، نقوم بالعمل ويكون في رسوم مثلا سنوية، رسوم رمزيه على 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 الحفلات اللي يقومون بها يعني المعاريس على قولتهم، بحيث انه نعينه على قلة التكاليف، وحيث انه يجمع الجماعة في مكان لهم، حتى العائد النفسي سبحان الله على على الإنسان جيد جيد، انه له عزوة له جماعة له إيه. ربع، هذا فهي مشي لا طبعا، سمه هذا عزوة مشي ليش، هي هذا المنطق هذا يعني. مشي طبعا. إيه. نعم، إيه ما شاء الله، فيعني هذا يعني تقريبا الأحد اللي يعني هذه يتمنى هالشغلات هذه، وبإذن الله الله يتمها على خير من الأفكار يعني، وأسأل الله يتممها اللي هو قصر افراح ان شاء الله انك يعني بإذن الله، راح نرعاها قائم وتحت عليه. نعم بإذن الله عز وجل. والله ما شاء الله هذه فكرة طيبة جدا الصراحة، وعلى ما قال يعني الأقربون أولى بالمعروف. نعم أحسنت. ما فيه طيب مشاريع ثانية زي ما قلت تكافل اجتماعية مثل والله في أفكار، محافظة أو نعم في شوف، إدارة عائلية شيء نعم زي كذا؟ والله شوف، في أفكار في برضو من يعني الحديث فيه إسهاب كثير، لكن نختار جزئيات لشخص وقت. طبعا في 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 جماعتنا موهوبين كثير صراحه، برزوا، والحقيقه انهم ظلموا ما أعطوا حقهم ما اعطوا حقهم، إيه؟ ظلموا من المجتمع، وليس ظلموا من 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 من, من المجتمع، تجاهل يظلم عفوي، الظلم عفوي وليس قصد. الظلم هذا كيف؟ ان في ناس تلقاهم اقل منهم إيه؟ فكرا، اقل منهم إيه؟ موهبه، اقل منهم يعني زي ما تقول مهاره وتقنيه في اعمالهم، الطبيب، الطيار، الان في بروفيسورات ما شاء الله تبارك الله في يعني في الجماعه، يعني المفروض انه يكون لهم لفته يا اخي زينه، يعني اذا كتب كرت بسيط تهنئه لهالشخص، هذه من اقل 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 ما نعمل لهالمواهب، فما بالك لو داعم عمل. يعني نعم، نفسي، هي قضيه نفسيه، فلو عمل، وانا راح اعمل هالشيء باذن الله قريبا ان شاء الله، خلال 4 5 شهور القادمه راح افعل هالشيء باذن الله عز ما وجل، شاء راح الله. يتم عنه اعلانه، صندوق خاص للموهوبين فقط، يعني في دراستهم، في حتى لو يبرع اي طفل، يعني نحس انه برع في شيء ما، مثلا في لباقته، في يعني شعره، في ذكائه، في حتى يعني اي امر كان امور الدنيا المباحه، المباحات عموما، فراح ياخذ لابد يعني موهبة ياخذ. لابد تسقل، لابد نعم ان يعني احسنت، فيكون يكون اصلا الثناء يعتبر صقل لاي اي اي موهبه، لانه الان المثني عليه يبحث عن الزياده دائما، سبحان الله الانسان الطيب لا مدح زاد، نعم سبحان الله العظيم، فعلا. وعلى قولتهم فتح هذه من الأفكار. اذا فتح له باب مثلا للطيب تلقاه يعني يستانس، نعم، وهذا يعني هذا المقصد، غير لأن البعض اذا صدقت اللي مثلا يتصدد او شيء من هالكلام. لا الطيب لا والله بالعكس يستانس اذا فتح له باب او انتخاه احد، وانت نفس الشيء معروف الموضوع ذا. الله المستعان لا فعلا أخوي الله ماجد، الله يجزاك خير يحفظك يعني ويبارك تبارك فيك، وهذه من ويدينك البيضاء الله المستعان وانا اخوك، وهذه وطاير من للجميع. الافكار، هذه الافكار يعني اللي صراحه نبحث عنها، ولا زالت يعني القافله تسير، والافكار تحصل، والاحداث يعني تامرك مرات باشياء انت ما كنت تفكر فيها في الاصل، فتحثك على هالشيء وفتعمله، واسال الله عموما، اسال الله ان يجعل اعمالنا كلها خالصه لوجهه، ولا نبتغي منها الا رضا الله سبحانه وتعالى وقبول هالعمل، وثاني شيء عز ربعك وجماعتك إيه؟ مهما كان انت اللي تستطيع عمله، والله المستعان. ما واجهت معارضات مثلا ولا على الأسلوب نفسه ولا شيء من هالكلام؟ والله يا اخوي ماجد الله طبعا يحفظك، أكيد والله ما شوف نقدر دائما، نقول احنا شوف دائما الامور دائما، الرسول صلى الله عليه وسلم يوما دعا في مكه عرضوا قومه، عرضوا طبعا قومه، طبعا وقالوا مجنون، قالوا وقالوا ساحر كاهن، أو وقالوا مجنون. ساحر، وقالوا المهم، وكان يلقب بالأمين،
كاللقب العميم قبل الدعوة فقط، يعني الفرق يوم أو يومين، كان يلقب بلقب ولا اللقب الثاني يختلف. فالشاهد الكلام، دائما المعارضات تحصل لعملية نفسية فقط. دائما جميع الناجحين طبعا لازم معارضات، ما والله انا ما اقدر اقول انا ناجح، لكن القرار للناس، انا ما اقدر اقول له قرار للخلق. لكن انت دائما الانسان اذا عرضت او خولفت في امر، الاختلاف لا يفسد ولد قضيه ابدا، هذا واحد. اثنين، انزل الناس، الرسول صلى الله عليه وسلم قال انزل الناس منازله، كل انسان ينزل منزلته اللي هو يستحقها مهما كان. صحيح. ثالث شيء، إذا كان عملك دائما أنت تعمله، أول شيء يأمرك مرجلتك أو دينك، نقدر نقول مرجلتك وعلمك الطيب تسويه فسوه. ودائما دائما سبحان الله، المضايقات دائما تكون من الأقارب. دائما الأجنبي يرى معروفك لو كان قليل، القريب لا يرى معروفك حتى لو ولعت على قوت مصابعك شموع، ما تكفي ولا يراه معروف. فهي القضية مسألة وقت. يعني أنا وجهة نظري، وعلمتني الحياة كثير، وعلمني الوالد الله يرحمه رحمة واسعة، الصبر والحكمة واحتواء الأمور هو أفضل شيء. قابل قريبك بابتسامة حتى لو كان على قوتهم غلطن عليك، قابل بابتسامة واحتوى الأمور واعتبر الأمر كأنه سحابة صيف وعدت. صدقني الأيام القادمة كلها بيضاء بإذن الله عز وجل، وأسأل الله يلطف بالجميع. اللهم آمين، اللهم آمين. أبو يوسف الطيب، ما أننا الآن الحين في مكتب، أننا نبغى طال عمرك نتكلم عن الدروع، عن العضويات اللي حصلت عليها مثلا. والله شوف، فيها طبعا فيها وفيها في دروع طبعا جتني من الحمد لله، ولا والله نفاق ولا ريا، لكن هي مجرد تحفيز من الحلقة خاصة يعني ان الحياة لا تتوقف. نعم. والحياة تبي لها صبر وبذل، والقادم اجمل، دائما القادم اجمل. فالاعمال الخيرية انا الحمد لله متواصل فيها، الدروع كثيرة منهم، اللهم ولا ارجو والله دروعهم، والله ما نجي الا رب العالمين. لكن هي من الدروع اللي ذكرتها، دروع طبعا جتني من اغلب الجماعه جزاهم الله خير، ومن اغلب الاصدقاء، عن بعد تعييني في عضو في الاتحاد السعودي لاتحاد الطائره برئاسه الاخ العزيز والله يذكره بالخير، الاخ فهد الحريشي الله يذكره بالخير، ابو ناصر، والاخوان والزملاء والاعضاء الزملاء الاخرين. وانا عضو طبعا في مجلس الاعمال السعودي القطري برضو. اي نعم. ولي كم عضويه في برضو في دبي وفي الكويت، عضويات يعني تعاونيه اكثر منها تكون يعني فالحمد لله. الرياضه ما دخلت فيها؟ والله انا تقريبا يعني احب فريق الشعلة، واحب الطفيل فهد الله يذكره بالخير ويجزاه خير. عاد الحين المشكلة الشعلة سهمها احمر. لا سهم ان شاء الله بيصير زين ان شاء الله اليوم القادم. انا اخر شيء شفت انه، وانا والله اعتز بعضويتي فيهم وعندهم، وان شاء الله نقول ان نكون على قولتهم يدينا بيدين بعض، وان شاء الله نعمل شيء يسر اهالي الخرج صراحه. الله يجزاك خير. وانا ترى ما يمها الخرج، لكن احب هالخرج، احبهم كثير. شمعنا والله ابن الحلال القلب وما يهوى. الله اكبر. لازم نشوف احنا وش في الخرج هناك. المستعان. احنا ودنا انك طال عمرك توجه كلمه للشباب والمستثمرين، صغار المستثمرين، سواء في سوق الاسهم أو في سوق مجالات العمل، يعني كلمة أخيرة كذا. يعني أقول وعلى الله الاتكال، لا ينظر الإنسان دائما أنه بين يوم وليلة يكون تاجر، هذا رقم واحد. اثنين، دائما خل أمورك يعني متعلقة في الله ومتوكل على الله في كل صغيرة وكبيرة. رقم ثلاثة، كل استثمار ما يبي الا الصبر.
بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. كل استثمار ما يبل الصبر قدر ما يستطيعون. فعلا أنا عجبتني كلمة منظر أمريكي يقول عامل مؤسستك كأنها أحد أبنائك، يعني دللها زيادة عن اللزوم، مهما تطلب لازم تصبر عليها. صح. بعدين يعني أنت تشوف الكلمة ذي والله مناسبة في نعم محلها أنا 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 ولا أبوي، الدلال الزايد لا أنا أبوي الله يسكنه الجنة يقول عليك بالصبر دائما، عليك بالصبر في 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 عملية التعامل سواء تجارة أو غيره. الصبر دائما يجيب نتيجة، يجيب نتيجة. ليش؟ دائما سبحان الله الصبر والمصداقية مع الناس هي أساس التجارة بكل أمانة. ليش؟ لأنها على طول الصدق من جاء. طيب أنت الصبر الحين مثلا صبرت وفلست، وش تسوي؟ لا هي شوف عاد هذا باب الله كاتبه عليك، كل ما صبرت واحتسبت ممكن الله يفتح لك باب آخر. يعني الحديث يطول لكن بشكل عام، بشكل عام أنا أقول الصبر ثم الصبر ثم الصبر هي باب الخير للإنسان، والصبر طبعا مع احتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. لأنه يعني هي طبعا أنك تكون ثروة يعني ما هي في خيال الإنسان بين يوم وليلة بيسوي ثروة، إلا الوريث، الوريث يختلف. لكن احنا نتكلم على الشاب اللي مثلا راتبه مثلا نقول 7000 أو 8000، عنده زوجته وعنده أطفال وعنده إيجار بيت مثلا. أنا قالوا شيء يستعين بالله سبحانه وتعالى، وثانية يعني يبدأ في السعي، لا يقول أنا وظيفتي، لا يبدأ في السعي في الرزق، سعى في الرزق. يعني أبواب التجارة كثيرة يعني، وبعضها ممكن ما يكلفك إلا تليفون، فاتورة التليفون، عملية تسويق عقار، عملية تسويق بيع سيارة، عملية تسويق. بعض الناس ياخذ في عملية تسويق السيارة بيع أو شراء 4000 3000 5000 ريال يشرطها هو. مجالات واسعة لكن ما حد فتح. فأنت لما تحسب وتصبر ممكن بعد فترة أنت تدخل نادي المليون وتشتغل ويفتح الله عليك. ودائما هي المال يأتي بمال، المال يأتي بمال، لأن يفتح لك الآفاق والمشاريع. حتى البنوك ما تقرض إلا أصحاب المال، ما تقرض الطفران. يعني أنت تشوف شبابنا اتكاليين زيادة، صحيح يعني يبونها على طول. الواحد كل واحد كل ما تخرج واحد قال أبغى وظيفة ولا أصير. والله شوف أخوي ماجد، يعني ما هم عمليين. لا شوف الحقبة الزمنية أخوي ماجد، الحقبة الزمنية اللي من عام 1400 إلى عام 1430، هذه حقبة زمنية عاشت في قلة سكان، عدد السكان، وعاشت يعني لا على قولتهم ما 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 ضاق العيش عليهم كثير يعني. فهي عايش ومرتاح، مستور، مستور الامور، تلقى يضيف وتلقى رايح وجاي وتسلف ومش نموره. الحقبه الزمنيه القادمه بتكون شوي نكده وصعبه شوي، لان السكان ما شاء الله وصلوا 20 مليون، احنا كنا كم 6 مليون او 5 مليون والامور سهلات. البترول كم 8 دولار الحين، البترول 100 دولار وهو ملحق. فالقضيه قضيه يعني القضية الفترة القادمة لابد الإنسان يبحث عن فرص، عن زيادة دخل، عن لابد صراحة. لأنه إذا بيقعد البيت يقول أنا والله مدرس، أنا والله مدري، أنا عندي كذا. يعني أنا شوف إذا وظيفة بقى لازم تكون وظيفة على نوع معين ومكتب. يعني أنا إيه أنا شوف الإنسان لابد يعني لابد يفكر في السعي في الأرض. يعني والله يعني الفرص كثيرة يا أخي، الفرص كثيرة. يعني ما بالسعودية لحالها، يعني كل بلد، كل بلد كثير. والله كل بلد فيه خير. يعني أنت لما تروح مثلا لندن تلقى أتراك وتلقى عراقيين وتلقى أكراد وتلقى هنود وتلقى باكستانيين، تقول ما شاء الله ماسكين شغل بزنس ومبسوط، سيارته ما شاء الله بالشيء الفلاني وكذا. يعني طالع هو من أهله، قصص نجاح، طالع من بيته يد ورا يد قدام، حتى يمكن داخل متخلف ما ذلك. القضية يعني كثيرة كثيرة، القضية تبي جزم فقط. يعني لا تخاف، لا تهاب، روح انطلق، والله المستعان. زي ما قلنا هي، وأنا والله عندي خبايا كثيرة في هذه المواضيع، لكن الحديث يطول وفي شغلات ما تقال، ما تصدق، ما تصدق. قصص النجاح أغلبها ما تصدق. نعم. لكن احنا الحين قاعدين نعيش قصة نجاح حقيقية قدامنا، والله المستعان. هنا أعزائي المشاهدين وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، تقبلوا تحيات فريق العمل، تحياتي أنا ماجد بن ويصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.